بسم الله والحمد لله. ربنا لا إله إلا أنت، نشهد بوحدانيتك ونشهد بربوبيتك وألوهيتك، فاجعلنا من خير الشاهدين يا ربنا يا كريم. لا بأس أن نزور الآية التي ختمت بها سورة فاطر، ماشي بنفس الاتجاه، ولكن ثم بعض الفاظ ما نتعاوننا على زيادة فهم هذه الآية، سواء كان اللي كنا فيها سورة النحل ولا في هذه السورة آخرها كان هذه الآية، أي فاطر the creator، يعني خلق من غير مادة أولى ولا مثل أول حاجة، خلق كما أراد أن يخلق. يقول مولانا: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، وفي سورة النحل بظلمهم، ايش معناها؟ معناها اللي يكسب الانسان ظلم عموما. شوفوا يا ناس دقة القرآن، شوفوا دقة القرآن. ابدأ في سورة النحل الآية 60، قول ربي ولو يؤاخذ الله الناس، وفي السورة فاطر يقول بما كسبوا، وفي النحل بظلمها. أنا أدعوكم، je vous interpelle, de faire la comparaison entre ces deux types d'expression. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، في النحل ما ترك عليها من دابة، ولكن يؤخرهم في الآيتين إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم وبعد، إذا كان في النحل إذا جاء أجلهم لا يستخدمون ساعة ولا يستقدمون. عنا في إقر سورة فاطر: فإن الله كان بعبادي بصيرا، يعني يعلمك ربي، قال لي ربي ليس بغافل عما تعمل وما تضمر وما تظهر وما تشير به، و و و ولهذا يزم اللعب، لا تخدع الله ولا تغيب عن عينه الكريمة البصيرة التي لا يمكن أن يطرى عليها خلل. وإذا احترموا مولاكم، وربي لا يحب الخلل لأنه قد يحاسبك على الخلل، لأن الخلل له صلة بالظلم، ولهذا كسبكم الظالم دليل أنكم مكنش مؤمنين، لا بالله ولا باليوم الآخر اللي فيه حساب، يعني بعث resurrection جمع rassemblement وحساب ججمع. بل le seul juge سي الله، الوحيد اللي عنده الأهلية والقدرة على أن يفصل بين فريقين، يفصل بين متصارعين. ارحموا أنفسكم بحسن إسلامكم لربكم، فإن قال افعل فافعل ولا تتردد ولا تؤجل، وإن قال لا تفعل لا تفعل، قال لا تقرب الزنا لا تقرب الزنا، ولي قالك احنا أمة إسلامية أغلبهم غارقين فيها، وقال ربي في شأني إنه كان فاحشا وساء سبيلا، فاحش أي حاجة قبيحة جدا، وساء سبيل أني نهايتها مش طيبة. وتحدثنا البارح عن العائرات كيفاش يكملوا عمرهم في 50 بالضبط، تبدأ آلام مبرحة وتجرثمات من كل الأنواع تعاني منها، تولي ريحتها كريهة، وتولي كل ما يأتيها ظالم إلا ويحدث فيها آلام مبرحة و و و
يكن هذا جزء من نصيب ما كسبت العاهرات. نسأل الله السلامة والمغفرة والهداية يا هادي، والسلام على من اختار السلام.